شفت كل اللعيبه حاسه بالمسؤوليه الكبيره جدا اللي بتقع على عاتقهم هذه الفتره. مش شرط اجيب لعيب بفلوس كتير جدا، شرط اجيب لعيب عارف قيمه النادي الاهلي وعارف فنان النادي الاهلي وعارف جماهير النادي الاهلي وعارف حب وعشق النادي الاهلي يعني ايه. لكن الفلوس عمرها ما كانت مقياس لاي شيء، تاكدوا من كلامي تماما تماما. يعني لو قسنا الفلوس ولو قسنا اللعيبه اللي بتتباع وبتشترى بفلوس كتير، كانت الدول اللي معاها فلوس خدت كل البطولات، لكن الموضوع مش كده خالص، وانتوا عارفين قيمه النادي الاهلي وعارفين حب اللعيبه النادي الاهلي وعارفين قيمه قميص النادي الاهلي او تيشيرت النادي الاهلي او فانيله النادي الاهلي معناها ايه وقيمتها ايه، وقيمتها كبيره جدا، وعارفين حب الجماهير بالنسبه للاعيبتهم عامل ازاي، واللعيبه عارفه حب الجماهير بالنسبه ليهم عامل ازاي. عشان كده منظومه متكامله جدا، ما فيش اي حد هيقدر ان هو يفرقها باذن الله مهما كان. ان شاء الله باذن الله الاهلي هيفضل طول عمره كبير زي ما قلت لكم، برجالته بكل اللي شغالين فيه بكل جماهيره الغفيره الكبيره اللي دايما في ظهر فريقها على الحلوه والمره، وانتوا اللي قلتوا كده مش احنا.